موضوع ذكرته سابقا بشكل يعني مكرر مقاطع، بس بخلي مقطع واحد عشان يكون سهل البحث عنه لو اراد الشخص. ثلاث امور تسويها في الجود للتعامل مع حركه الحصان. اولها وهو الاساسي وهو الاهم ركن خلوي، اللي هو التعامل باليد اللي ماسك المقود. هذا مثلا يسار من يمين او العكس، لو كنت يمين باليد اليمين، اليد اللي ماسك المقود او ماسك العنان تتعامل مع حركات رقبه الحصان الثلاثه، تعب تفضي تتكي يواكبها او يوازيها، تزليق جمع تتكيه. هذا الاساس، لان باختصار الحصان كل شيء يسويه بجسمه او كل شيء بجيب طاريه اتكلم عنه له علاقه بالثلاث. اذا عشان تحس بالثلاث تعامل مع بالثلاث لابد تكون ماسكه بالمقود او عنان باليد اللي تتحكم فيه. اذا هذا الاساس، اليد اللي ماسكه المقود او العنان وتتعامل مع حركات رقبه الحصان الثلاث للتحكم بكامل جسمه، وهي الاساس وتكفي بالحالها. لكن بيصير الحصان بيستعمل اشياء اخرى فلابد مواكبتها. رقم اثنين الجسم، الحصان بيستعمل جسمه كتفه رقبته حركه الى اخره مع رقبته طبعا، فانت تستعمل جسمك مع يدك. الاساس عنده رقبه، فانت الاساس عندك اليد اللي ماسكه المقود زي الحال هذه مثلا، يبغى يندفع يلعب يلعب، بس مواكبتي قلت ايش سوى؟ خلاص انا وخر عني وخثع وخمع ورجع لي، بدل ما انا انحاش ويطيحني يطيح الجوال الى اخره، هو اللي وخر واختل توازن ثم رجع لي ومشى مضبوط، بدل ما يحوشني انا حشته. اذا اليد وزنت الرقبه، ولما وزنت الرقبه وزنت الجسم كامل، لكن هو جزء بسيط من الجسم استعمل جسم فيه. اذا جزء بسيط من الجسم انا اتعامل معه بالجسم، خلينا نقول 70% مما فعله بجسمه له علاقه برقبته، اذا 70% من تحكمي بجسمه له علاقه بدقه يدي اللي ماسكه رقبة، 30% الباقية استعمل جسمه بستعمل جسمك. النقطة الأخيرة موضوع اليد اللي تمسك فيها باقي المقود وتجمع فيها باقي المقود. الحصان لما يستعمل طرف الفم القود العادي المقود على جنب العنان أو بالرشمة تلقاه القود عادي من جهة واحدة، يستعمل فمه رشمة فمه العض إلى آخره، فيدك الأخرى اللي ماسك فيها باقي المقود أو باقي العنان تستعملها كأنها فم، بمعنى أنك لما يجي يقرطك بفمه أو يلعب إلى آخره ودي يدك سواء قبضة أو راحة اليد ومن الأصابع، القبضة أو الراحة أو حتى الأصابع بشكل مفاجئ باتجاه شدق الحصان أو فم الحصان إلى آخره، وتوضح لأني بتعامل مع فمك باليد هذه، كما أن جسمي تعامل مع جسمك بالمثل، كما أن يدي تعامل مع رقبتك بالمثل. الأولى هي الأساس، لأن باختصار لو ما سويتها صح الحصان بيغلب في الأمور. خلنا نقول من فيزيائيا، إذا بترد على فم الحصان بيدك فم الحصان أقوى من يدك، وإذا بترد على جسم الحصان بجسمك الحصان أقوى منك وأسرع منك. لكن لما يكون 70% من تحكمك بجسم الحصان تم باليد اللي ماسك المقود، اللي بقى 30%، ال 30% الباقيه سهل اتحكم فيها بجسمي بسهوله، وسهل اتحكم فمه بيدي بسهوله، طالما 70% من اللي سواه راح بيدي اللي ماسكه المقود. هذا الفرق الجذري بين الطريقه اللي طرق ركوب الاخرى كلها، كل طرق ركوب حتى الصحيحه الاخرى ترجعها اساسها يبدا بالعكس، يبدا الجسم والادوات، ثم ممكن مثلا قبضه اليد او العصا بدل قبضه اليد الى اخره، ثم اخر شيء دقه اليد. فيبدون بالاشياء اللي لها علاقه بالجسم ثم ينتقلون دقه اليد. لحد ما الحصان اقوى من جسمي بمراحل، وحتى لو ما كان اقوى منك او ما علمت تستعمل القوه مثلا ركبته وتعاملت معه بطريقه مقبوله زي طريقه امريكيه فرنسيه اسبانيه الى اخره، ما عثرت. لكن فراغ له، بما ان الفراغ له الحصان اسرع منك جسميا، يقدر يشنع ويقمص ويفر ويصقل ويعض ويخلص وبحدود الفراغ ما بعد طلع، شلون لو طلع؟ اذا الحصان عرف ان الدعوه كلها جسم، انا اسرع منك جسميا، انا اذكى منك جسميا، انا اقوى منك جسميا، ولما اعض انا اقوى من يدك او قبضات يدك واقوى من الحفره هنا. يجي واحد يركض بالليل كسرت يد الحصان، انا اقوى منك انا اسرع منك الى اخره. هو هذا كان الثاني، هذا حافلين شيء ولا بس بلوكات؟ هاي ثالث، فأنا أسرع منك أنا أقوى منك إلى آخره. إذا لما يجي وقت الجد بستغل الشيء عليك، لما كل حصان يعرف أنه جسمه نعم أقوى مني نعم أسرع مني، بس بعد ما تحكم بسبعين بالمئة من اللي فعله عن طريق أني تحكمت برقبته أولا، ما عاد بقوى مني ولا هو أسرع مني، صار جسمي أنا موازي لسرعته وجسمي أنا موازي لقوته، مو بني أنا سريع جسميا مو بني أنا قوي جسميا، لأني قللت استعماله لجسمي علي، بطأت سرعة استعمال جسمه اللي بيستغله علي، وضعفت قوة استعمال جسمه اللي بيستغله علي، ووجهت الغرض اللي أنا أبغاه. هذا فتح باقي الأخير.